في مدينة مكناس شركة ديال الخياطة. حنا ضحايا النصب واحتيال، حنا ضحايا النصب واحتيال، حنا ضحايا تحايل على القانون، حنا ضحايا تحايل على القانون باش يخرجوا هاد 500 ديال العمال للشارع اللي خدموا لمدة 40 عام 30 عام، عطاو طفولتهم عطاو صغرهم. وهاد المشكل ديال هاد العيالات هاد العمال ديال الخياطة اللي في مدينة مكناس ولا معروف على الصعيد العالمي، ولا كل شيء في المواطنين ولا اللي برا المدينة ولا داخل المدينة ولا المسؤولين ديال المدينة ولا خارج المدينة الأبعد، هذا كل شيء ولا عارف المشكل وحيتيات ديال المشكل ديال هاد العمال اللي صبحوا عرضة للشارع. احنا اليوم مشى الملف على مراحل الحوار اللي داز على السيد العامل على السيد الوالي على وزير الشغل على السيد رئيس الحكومه اللي مشينا شخصيا حتى لعندو وعاودنا له المأساة وقالنا هذه مده 8 شهور هذه باش قالنا غادي نهز التليفون وغادي نعيط على المعني بالامر بالشخصيا، ولكن هذيك الوعود اللي عطانا حتى هي تبخرات. واليوم ثلاث سنين احنا في الشارع كنا كننتظروا يوميا، احنا الناس كتخلص كتضرب يديها في الكيشي وكتخلص يوميا وكتشكي من العناء ديال الغلاء الاسعار وعلى التغير اللي ولا في الوقت المعيشه مضرور، ما بالك هاد العامله ديال مدينه مكناس اللي ثلاث سنين هذه وهي ما كتدخل وليداتها حتى ريال. جميع المعاناه جميع الحالات الاجتماعيه اللي محيده بزولتها اللي دياليز جوج ولا ثلاثه اللي تشللوا وزيد 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 واللي اللي سبقوا عليهم ديور الكرا واللي عندها اليتامى واللي عندها المرض واللي ما عندها والو واللي ما عندها والو واللي ما عندها والو عندها السكر والضغط وهذاك الشيء واللي عندنا بحال الشوكولاط. اليوم من بعد ثلاث سنين ديال 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 ديال, ديال كنجولوا الشوارع د مكناس طابت بينا، شوارع د مكناس حفظاتنا، كل درب دزتي عليه يقول لك شكون هما هاد الناس هادو، وحنا كنتسناو الحل وكنتسناو المسؤولين يديروا شي حل هذا ونبقاو فيهم. فاليوم اللي جينا درنا ما خليناش شي بلاصه اللي ما مشينا لهاش، حتى ما بقناش صافي جعنا، حنا تكرفسنا، حنا حقوقنا صناديق الضمان الاجتماعي ديالنا مشات لنا، 40 عام الخدمه مشات لنا، وشهرين في 2021 خدمناها عرق كتافنا، ادهلنا هذا السيد هذا اللي هو خدمناه 44 عام دي عمرنا، ادهلنا اليومين هذا ما مخلصينش فيها، وعود ما نشوفوا الحل. اليوم فاش جينا هنا كنحتجوا كنتفاجئوا بالسيد المسؤول اللي هو تابع لهم بلا داعي لذكر الاسماء مخرج خرطوم ديال 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 البومبيه وكيضرب العاملات عندهم في عمرهم 50 عام وكلهم امراض، كيضربهم 54 عام و50 عام كيضربهم بذاك البيستولي ديال الماء بقوه كثيره، ومخرج العمال ديالو من الفوق. خواو عليا جافير في عينيا هكا حل سميتو، خوا عليا جافير في وسط عينيا جاني تحرقات لي عيني، غسلوها لي والدوايا تشرينا انا والسيده هي، تيخرجوا الفيادر كيضربونا، سيده دايره العمليه على الكلوه غير بعين يوم هادي، هز الكلوه وعطيها على مسكينه راه ملوحه، عود حنا كنا كنتسناوهم يضربونا بحل، لحقاش طال وعطات الريحه، طالع على كل شيء وتفضح كل شيء، وكنتسناو باش اليوم يديروا حل ويحنوا في هاد العيالات. راه ربي وقال لك رفقا بالقوارير، لومنا لا كانوا امهات وكبار، اليوم هاد العيالات راهم كبار ما عندهم جد، كيفاش المرأة كبيرة عندها 54 عام وتيخرجوا لها جوج فيادر هزوها واحد من هنا واحد من هنا وعطاوها ركلة ولا حواليه بخمارات لهنا؟ حشومة، حنا في المغرب، حنا في دولة الحق والقانون، ينصر سيدنا، وحنا كنبغيو سيدنا وكنبغيو بلادنا، وحنا ماشي عيالات نامبوخت، حنا عطينا في هاد المدينة مدينة مكناس، عطينا دورنا العجلة الاقتصاد. فاش كانت مدينه في المدينه ما فيها والو، فيها الترونسبور العسكر والترونسبور ديال هاد الشركه هادي، دورنا العجله الاقتصاد وعطينا وكبرنا الاجيال، راه اللي عندها اليتامى مخيره عندنا هنا عندها اربعه د الاولاد خمسه، كتقيل من 8 الصباح حتى 8 د العشيه وهي في الزنقه، في العشيه كتروح عند ولادها زيرو درهم، ثلاجه ما فيهاش حبه طماطيشه، هذا راه الحماق سميتو، وكل شيء كيتفرج. السيده راه معانا بوق ولدها بقوه الضغط، راه حماق
راك تقيل الصباح في سبيطره الحماق ومع الظهر كتجي تناضل وفي الغدا كتمشي تحل الثلاجه ما كتلقاش فيها مطيشه. حنا ما كنعاودوش تنعاودوا مصير هاد 500 ديال العمال انهم تكرفسوا. مصير ديال هاد 500 ديال العمال اللي عطاو وهاد الشركه اللي كنا كنخدموا فيها حنايا مده 40 عام ما كنخدموش خدمه عاديه، كنخدموا لي مارك الكبار، كنخدموا الباس الداخليه ديال العسكر، كنخدموا ديال العسكر ديال فرنسا، الباس ديال العسكر ديال فرنسا، كنخدموا الباس ديال الخارج غور ديسمون العالميه. يعني هاد السميه ديال هاد الشركه اللي راه حنا خدمنا فيها 44 عام و30 عام و26 عام هي ماركه عالميه وخدات الميداليه الذهبيه، واليوم هاد الشركه مازال قائمه الذات. ما داروا لها فيط، ما سدوها، ما جاعوا، ما حتى شي، مهربينها راه هي دايرين لها اجونس ومهربينها تيخدموا الخدمه في الكراجات في الشركات الصغار وتيجيبوا الخدمه ومازال كتمشي بالسميه ديال هاد الشركه ديال هاد العمال اللي ما لا داعي لذكر الاسم.